ما هو الأفضل إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة؟ الإكثار من التنفل بالصلاة أم قراءة القرآن؟ الجواب: كله خير، فالإكثار من التنفل مشروع، لأنه جاء في الحديث: من اغتسل وتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن ثم مس من الطيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أخرجه البخاري. فلو صلى ما قدر له ثم جلس يقرأ القرآن حتى يأتي الإمام فهذا مشروع. فالمشروع للمسلم أن يصلي وأن يقرأ القرآن. ومعلوم أن جنس الصلاة أفضل، لأن الصلاة فيها قراءة، فإذا صلى أكثر من النوافل فهذا حسن، بل يشرع للإنسان أن يكثر من الصلاة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. ولهذا جاء في الحديث السابق أن المسلم إذا صلى حتى يخرج الإمام فإن ذلك حسن، وإن صلى ثم جلس يقرأ القرآن فهذا خير.